محاولة عرض الصورة مرة أخرى وبواشنطن وبمتحف يعني عنده آلاف الزوار يومياً بعتقد نوعاً ما بتشكل خطوة معنوية باتجاه العدالة. نحن هلأ بمعرض سوريا بمتحف الهولوكوست بواشنطن. اسم المعرض نرجوكم لا تنسونا. هاي الجملة جاية من آخر جملة أنا سمعتها من أصدقائي في المعتقل تحت الأرض وأنا عم بطلع ندها اسم السجان، فأصدقائي عم يدعوني عم يبكوا وفي منهم فرحانين، فخبروني أنه ما أنساهم، قالوا لي لا تنسانا، حاول تخبر العالم شو عم يصير. هاي الكلمات كلمات أغنية معروفة طبعاً عند معظم العرب اسمها راجعين يا هوا لفيروز. هاي الأغنية تحديداً كنا نغنيها أنا ونبيل شربجي، طبعاً همست بالمعتقل ما فيك تغني، السجان بيجي طبعاً بيعاقبك، فكنا نغنيها همس ويعني كلماتها كانت تعطينا شوية أمل أنه راجعين يا هوا ممكن نرجع للحياة، ولكن نبيل طبعاً قتل بعد سنتين في سجن صدنايا. طبعاً قطع القميص اللي هربتهم هن خمس قطع، كل قطعة معروضة بعمود من هالنعملة، وبأعلى العمود أنا بحكي قصة قصيرة عن حادثة صارت معي بالمعتقل. وطبعاً تصميم الجدران يعني كمان أخذ بعين الاعتبار روح مشتركة مع قطع القميص، ويعني في عنا 82 بقعة ضوء موجودة على هاي الجدران، هي بترمز لعدد أسماء المعتقلين المدونة على قطع القميص. يعني فينا نقول كل بقعة ضوء هي رمز لروح من أرواح المعتقلين. يعني نحن كونه أهملنا حتى بالإعلام الغربي، كانوا يركزوا على قضايا داعش، كانوا يركزوا على القضايا العسكرية مو على القضايا الإنسانية ولا على المجتمع المدني السوري. يعني معرض من هالنوع ممكن يقدم شيء جزء بسيط من عدالة معنوية أو رمزية للسوريين.